عندما نرى ضرورة تحسين الدفاعات الإسرائيلية في خضم هذه التصريحات وكأنه جرح غائر في سمعة إسرائيل في دفاعاتها، اعتدنا الكيل بمليون مكيال وليس بمكيالين بالنسبة للردع وقوة الردع الإسرائيلية، من حيث البعد النفسي السياسي كيف ترى لهذه الأمور أن تؤدي إلى انعكاسات سواء على المستوى السياسي أو حتى على المزاج العام؟ مساء الخير لك ساندي الجمهور مشاهدي شاشة المملكة. يعني دعيني أبدأ ربما بما قرأته بالأمس أنا على صحيفة يديعوت أحصانوت، عنونوا بعنوان مهم حقيقة عندما قالوا: ظننا أنفسنا نحن اليهود فقط من يستطيع التفكير ومن يستطيع أن يذهب باتجاه التطور المستمر، لكن الحقيقة أن أعدائنا في المنطقة أيضا لديهم القدرة على التطور ولديهم القدرة على مجاراة ما يحدث في المنطقة. أنا بظني أن ما يحدث في الأيام الأخيرة وما حدث خلال السنوات ربما منذ العام 2014 وصولا إلى يومنا هذا، والذي أدى بشكل أو بآخر إلى تراجع قوة الردع بشكل كبير لدى دولة الاحتلال، بات له العديد من الانعكاسات. الانعكاس الأول أن ثقة المجتمع الإسرائيلي في المشروع الصهيوني ككل بدأت تتراجع. دعينا نذكر دائما بأن إسرائيل كان حلمها أن يكون نسبة 80% من اليهود يعيشون داخل حدود دولة إسرائيل، اليوم فقط 42% يعيشون في دولة إسرائيل، وغالبية يهود الولايات المتحدة لم يعتبرون أنفسهم جزء من المشروع، مشروع الدولة القومية اليهودية، وبالتالي الثقة بدأت تهتز بشكل واضح. الأمر الثاني ما نلحظه من وجود 900 ألف إسرائيلي وفق يعني دائرة الهجرة والإسكان في إسرائيل، تقول أن 900 ألف إسرائيلي يعيشون في الخارج وباتوا يعتبرون مهاجرين لا ينوون العودة. فيما يتعلق يعني قضية الردع تحديدا، هذه القضية التي استطاعت إسرائيل من خلالها ربما لعقود طويلة أن تردع خصومها وأعدائها في المنطقة من التوجه باتجاه القيام بأعمال حربية ثقيلة ضدها، كل ذلك انتهى، كل ذلك عمليا لم يعد قائم على الأرض. وأنا برأيي أن ذلك بات ينعكس حتى على قدرة الجيش الإسرائيلي في تصويت نفسه، ليس فقط أمام المجتمع الإسرائيلي إنما في الإقليم وأمام دول العالم. ودعيني أضيف وأقول: نعم فارق الإمكانيات كبير وفارق التدمير والتأثير كبير جدا، لكن إسرائيل ما تعيشه اليوم هو حالة من تعطل الحياة تحديدا في الجبهة الداخلية في المناطق الأهم، تل أبيب الكبرى وحيفا التي تشكل عمليا أكثر من 60% من اقتصاد دولة إسرائيل وتقريبا تشكل 55% من السكان، وبالتالي هذه القضية هي قضية جوهرية ولها انعكاسات متعددة وسيكون لها المزيد من الانعكاس في المستقبل على الدولة وعلى طبيعتها وتركيبتها وكذلك ربما على قدرتها على الاستمرار في هذه الحروب التي تستنزفها بشكل أو بآخر. نعم أستاذ عماد، الأغلب من المحللين السياسيين دائما يقولون هذه حرب نتنياهو من خلال تصريحاته وهذه الأنفة والأنة العليا التي تظهر في تصريحاته، مؤخرا في التصريح الأخير وما صرحه حول لبنان وتوجيه رسائل إلى شعب لبنان وأيضا إلى قطاع غزة، هذه التصريحات أيضا إغراق الشاشات أو ربما أي وسيلة اتصال جماهيري أو اجتماعي يغرقون لربما تصريحات متواترة مربكة لمن يسمعها ما بين التأييد ما بين التفاؤل ما بين التحذير، كل هذه ربما تعتبر أستاذ عماد استراتيجية في علم الاتصال الجماهيري أو حتى في علم النفس السياسي، كيف يمكن أيضا أن نظهر بانعكاساتها خصوصا بأنه دائما في الاستراتيجية الأخيرة أستاذ عماد يصدرون تصريحا ولكن يتركون نهايات مفتوحة إلى تصريحات بعيدة عما كانوا يصرحون أو يوجهون إليه الإشارات؟ دعيني في البداية أبدأ في قضية أنها حرب بنيامين نتنياهو. الحقيقة نعم، بنيامين نتنياهو ربما هو أكثر شخصية معني باستمرار هذه الحرب من أجل تجاوز الأزمات الداخلية التي يعاني منها هو شخصيا ويعاني منها الائتلاف الحاكم، خاصة أنه الائتلاف الحاكم في أفضل أحواله لا يحصل على 50 مقعد وبالتالي يريد الاستمرار إلى ما لا نهاية. لكن هذه الحرب أيضا مدفوعة برغبة جماهيرية كبيرة من كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي. نعم هذه الغالبية التي تدعم الحرب هي نفسها لا تثق ببنيامين نتنياهو ولا ترى أنه الأجدر على قيادة الحرب وترى بأنه يقود الحرب لمصالح الشخصية، لكن أيضا هم يرون أن هذه الحرب مصيرية وضرورية ويجب أن تستمر. بنيامين نتنياهو يعود إلى ذات السرديات فيما يتعلق بالخطاب الموجه لدول الإقليم والموجه للشعوب في المنطقة، هو يريد دائما أن يعطي انطباع
بأن المنظمات كحماس وكحزب الله وبأن النظام الإيراني وبأن يعني ربما أنظمة أخرى بأنها لا تمثل الشعوب وأن هذه الأنظمة تمثل نفسها وبأن هذه القوى المقاومة الموجودة في هذه المجتمعات هي قوى طارئة يعني غير حقيقية ويجب استئصالها ويجب أن يكون هناك دعم من أجل هذا الاستئصال وبأن الإسرائيل يعني تواجه حربا في المنطقة تخوضها نيابة عن الأوروبيين نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبأن يعني حربها ضد الإرهاب هو حرب كما تسميه هي طبعا هي حرب كجزء من المشروع الدولي لمواجهة ما يسمى بالإرهاب وفق التعريف الأمريكي. أنا باعتقادي هذا لم يعد ينطلي على أحد. بنيامين نتنياهو عندما يتودد ويرسل خطابات هنا وهناك ويريد تأليب الحالة الداخلية تحديدا في لبنان في ظل ربما وجود معارضة وجود انقسامات وجود تنوع طائفي وديني وإلى آخره. لكن بالمجمل ما يمكن قوله في هذه القضية بأن إسرائيل رغم الانتشاء الكبير الذي تعيشه بعد سلسلة النجاحات التكتيكية خلال الأيام الأخيرة هذا الانتشاء كسر بشكل أو بآخر وباتت تعود إسرائيل إلى مساحة توازن الردع وبظني أن إسرائيل التي تريد حرب إلى ما لا نهاية هي في النهاية يعني ستعيش حالة من الأزمات وستدخل من أزمة إلى أخرى وستراكم هذه الأزمات في اتجاه حقيقة عدم قدرتها على حلها وعدم قدرتها على المواجهة رغم كما أشرت قبل قليل فارق الإمكانيات والذخيرة والسلاح والعتاد والدعم الأمريكي بطبيعة الحال المهول الموجه لهذه الدولة الذي يجعلها بطبيعة الحال تتفوق إلى الآن من الناحية المادية على خصومها. نعم، هناك كاتب إسرائيلي تحدث والكثير من الكتاب والمحللين السياسيين باتوا يذهبون إلى رأي بالأخبار السيئة، نحن خسرنا الحرب. هذه الآراء التي باتت سائدة لربما في المزاج العام وحتى على المستوى الصحفي والإعلامي والسياسي، سؤال الآن، هل وقعت إسرائيل بالفخ أم أنهم يوقعوننا بالفخ سواء الرأي العام المستمع من الخارج لدولة أو المترقب لربما لدولة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني سؤال مهم لكن دعيني ساندي أعطي بعض الأمثلة على من يكتب في هذا المجال. أنا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء، سأخذ ما كتب بالأمس من قبل اللواء جيرشون هاكوهن ومن قبل الكاتبة عديث التي تكتب في معهد دراسات الأمن القومي. بالمناسبة جيرشون هاكوهن من كبار اللواء الألوية في إسرائيل وهو يعتبر طبعا من اليمين المتطرف، كتبوا باتجاه أن الانتصارات التكتيكية لا تؤدي إلى نصر استراتيجي وبأن سلوك إسرائيل بهذه الطريقة دون البحث عن حل سياسي في المنطقة سيؤدي في النهاية إلى دخولها في أزمات وإلى حرب استنزاف طويلة في النهاية ستنعكس سلبا عليها بشكل أو بآخر. أنا برأيي أنه إسرائيل أحدثت لا شك نكبة حق الشعب الفلسطيني، نكبة ثانية ما حل في قطاع غزة يعني شيء ينبله الجبين، يعني ما مؤلم بكل المقاييس وكارثة إنسانية الأكبر باعتقادي في القرن الحادي والعشرين وربما الأكبر خلال آخر 100 عام في ظل يعني تجويب لهذه القضية مستمر في الأروقة الدولية وإدارة الظهر لها. لكن في النهاية مقاييس الانتصار والهزيمة تقاس بناء على النتائج، النتائج لم تظهر بعد إلى الآن، لكن إلى الآن ما يمكن قوله أهداف إسرائيل التي تحدثت عنها لم تتحقق والمقاومة الفلسطينية لا زالت صامدة ولا زالت تواجه ولا زالت تقاوم والحاضنة الشعبية الفلسطينية لا زالت في خير رغم الألم. وبهذا يمكن الإشارة بشكل أو بآخر دائما الدولة القوية إذا لم تحقق الانتصار الواضح هي مهزومة والطرف الضعيف إذا استطاع الصمود هو منتصر. وكما قال مردخاي كيدار وهو المستشرق الأكبر في إسرائيل اليوم قال لو بقي غزي واحد يرفع إشارة النصر في غزة فلتعلم إسرائيل أنها هزمت في هذه الحرب. وبالتالي نحن أمام معركة أنا برأيي لن تنتهي ونحن أمام حرب ستطول وستطول وستطول حتى لو حدث هدان وحدث تهدئة خلال هذه الحرب، لكن الموضوع إلى حرب برأيي أمام سيناريو واحد. هذا السيناريو يقول إما أن تنتصر إسرائيل وتحقق مشروعها الأكبر في المنطقة وإما أن تنكفئ إسرائيل إلى الداخل بفعل حالة الاستنزاف التي تحصل وستزداد لها خلال الشهور والسنوات المقبلة، وبالتالي هنا يمكن القول بأن المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية أو القوى الحية في المنطقة قد حققت هذا الانتصار، وبالتالي نحن حقيقة أمام مخاض ليس سهل ونحن يعني أمام ربما يعني قادم أسوأ من الشهور التي كانت يعني خلال العام المنصرم منذ بداية هذه الحرب. نعم، إذن